نخدم لاباس بيا، كنت نخدم في نخدم مهم ندبر هذيك المصرف، ندبر قوت يومي كيما نقولوا. كنت نسيق في البيوت، نسيق في المؤسسات كيما مؤسسة التربية تاني سيقت فيها، خدمت مكاش خدماني ما خدمتهاش، ولم في هذوك الدراهم باش ندير بهم كاش مشروع ولا كاش لاخر. كرهت من الخدمة، جي نهار جا نهار واللي حبست حتى صحتي عت ما نقدرش. حد بعث لي قال لي في الفيس، بعدا بعث لي قال لي كاين مشروع والله تربحي وانتي قاعدة مكلاص خدمي. قلت له واش هي؟ سقسيتو. حرص منها على التحقق من هذه الشركة، توجهت الضحية إلى مقرها. حاول يفهمني، عيط لي في التليفون، بعث له رقم ساعي، عيط لي حاول يفهمني، ما فهمتش صراحة، ما فهمتش دوعيت نفهم. قال لي كاينه شركه وتخدم في الذهب وكذا، ولا حبيتي تتاكدي بلي شركه يعني تاع الصح ماشي تاع النصب ولا تنصب ولا الاخر، اي كاينه حالين فاتحين بيروات في خنشله ويخدموا هكذا، تحبي تشري من عندهم الاورو، هذا اورو الكتروني، قال لي اورو الكتروني. هيا رحت واحد النهار، رحت قلت والله نروح، عرفت راحي، رحت مع دخلت الخنشله، بعدا سقسيت قلت لهم خالتي ما تعرفوش، انا ما نعرفهاش مليح. سقسيت قال لي داك اللي يخدم في قال لي امام داخلين فيها كل الشركه هذه راهو يخدم موفور، قال لي احنا داخلين فيها بالملاير كما واحد لقيت، وقال لي اني داخل فيها بالمليار. رغم سمعتي جيده لهذا الشخص الا انها لم تغامر في المرحله الاولى بكل مدخراتها. فرسيت له مليون، ايوا قال لي، وهو اللي فتح لي كونط انا ما نعرفش، خلاص هو اللي فتح لي هذا الكونط جود في البورطابل، قال لي صوري لا كارت نتاعك، صورت له قال لي اني درت لك الكود وحده كلش، قلت له اني ندير فيك لامان كلش، قال ها عطيتو كلش لا كارت تاعي كلش، صورها فتح لي الكونط، قال لي فرسي هذه النهار الاول فرسيتو مليون، جربت مليون شتها، جا دخلوني الدراهم وش دخلوني في الكونت هذاك نتاعي، كي دخلوني قال لي بيعي لي هذاك الاورو، بقينا كشغل نداولوا هذوك الدراهم بيناتنا، فهمتني في نفس الجروب شغل ارقام، مدوا الارقام في بعضنا، وفرسي وكل هذا يطيش الدراهم تاعو لشخص واحد اخر، فهمتني كي تجود توجد هذوك الارقام هذوك الوهميه في الكونت هذاك، نقولوا وجدتها، احنا عندنا دراهم، احنا عندنا شغل هذيك هذاك الاورو هذاك يستثمروا هي في الذهب، يستثمروا هو في الذهب، يخبيه لي هاي يخبيه لي هو ذهب.